السلام عليكم طلاب، وياكم الصيدلانية صفاء أحمد يحيى، بكالوريوس كلية الصيدلة جامعة بغداد، وماجستير أيضا من جامعة بغداد. اليوم راح نبدأ وياكم أول محاضرة لنا ضمن مادة الصيدلة السريرية. طبعا بهذا الكورس راح نكمل على اللي أخذناه بالكورس اللي قبله. من فوائد هذا الكورس اللي أعتبرها أني أدفانتج كلش هواية لنا، أنه الطالب اللي قاري بالتدريب الصيفي ما راح يواجه أي صعوبة لما يجي يقرأ مادة الكورس الثاني للصيدلة السريرية. فعندنا الطالب اللي مهتم بالتدريب الصيفي وقاري بشكل جيد ما راح يواجه أي صعوبة، خاصة بالمحاضرات الأولى. زين، طبعا راح نبتدي أول محاضرة لنا اللي راح نحكي بيها عن الكارديو فاسكولار ديس أوردرز بالعموم، وراح نذكر أول شيء بيها اللي هو هايبرتنشن. لما نقول كارديو فاسكولار ديس أوردر، هنا احتمال عندي هايبرتنشن، هارت فيلر، انجينا، كل هذني الاشياء ينتمن لحاله او لسيستم الكارديوفاسكولار. اوكي، الكارديوفاسكولار ايش نقصد به؟ الهارت والبلود فيزلز التابعه له. من احد اهم المشاكل والامراض المزمنه اللي تصير عندنا واللي هي نن مالجننت، ننتبه هنا من اقول كلمه نن مالجننت، يعني هي مو كانسر. زين، لانه هسه راح تاخذون بارت الفارما، عندنا malignant disease، هاي إذا صارت بالشخص حتى لو تعالجت ممكن إنه صار عنده regeneration وتطلع مرة ثانية. أوكي، لكن non-malignant most common chronic disorder اللي هو hypertension. خلينا نشوف شو كنت ممكن أقول على الشخص هذا hypertension، شنو أنواع hypertension، شنو أسبابه، هاي كلها هسه راح نجي نتعرف عليها. الهايبرتينشن هو persistently elevated بالarterial blood pressure. زين، خلينا نشوف ايش قد هذا الارتفاع، او شلون اعرف انه هذا الشخص احتمال عنده هايبرتينشن. اول شغله نقيس الضغط بجهاز ضغط عادي، اكيد تعرفونه، اكو جهاز ضغط الكتروني واكو جهاز ضغط زئبقي. وطبعا انا افضل والغالبيه العظمى يفضلون الزئبقي اكثر. ليش؟ لانه بالزئبقي راح يعطيك قراءات ادق من الالكتروني، لانه الالكتروني راح يتاثر بالضوضاء، يتاثر بالبوزيشن مالته اذا ما كان على قاع عدله. زين، فهاي ايضا خلوها في بالكم. طبعا الكلاسيفيكيشن اوف بلود بريشر بالادلت بالخصوص على وفق منظمات الصحه العالميه ومنظمات خاصه للكارديوفاسكولار ديزيز، قالوا الضغط العادي راح يكون اقل من، احنا نسميه 12، هسه راح تشوفون مكتوب 120 ملم HG اللي هو مليمتر زئبق، لكن احنا راح نقول 12. دائما نقول والله ضغطه 12 على 8، هاي هو 120 على 80، بس يختصرون هذا النص صفاره. اذا كان الضغط 120 اقل من 120 هذا سيستوليك بلود بريشر اللي هو ضغط الانقباض. شو ينقبض؟ من حينقبض؟ حينقبض البطين. زين، اللي هو الفنتريكل، ضغط الانقباض اللي بيه حينضخ الدم من البطين ويطلع من الهارت. زين، وعندنا ضغط الانبساط اللي هو دايستوليك بلود بريشر نسميه. اوكي، ضغط الانبساط راح يكون اقل من 80، هذا راح يكون نورمال. من يبدي عندي إليفيشن شوية بالبلود بريشر راح يكون 120 إلى 129، هذا هنا راح أبدأ أخلي في بالي أنه عندي بري إليفيشن بالموضوع، والضغط مالته الدايستوليك راح يكون أكثر من 80. أكو ستيجات للهايبرتينشن. ستيج 1 هايبرتينشن راح يكون يتراوح ما بين 130 إلى 139، هذا بالنسبة للسيستوليك، والدايستوليك راح يكون من 80 إلى 89، نسميه ستيج 1 هايبرتينشن بيشنت. الستيج 2 هايبرتينشن بيشنت هنا راح يكون ضغطه أكثر من 140. من يقول لك أنا ستيج 2 هايبرتينشن، شو يقصد بيها؟ يقصد بيها أنه ضغطه راح يكون أعلى من 140، يعني أعلى من 14 على 9. أعلى من 14 على 9 نسميه stage 2 hypertension patient.
الايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن از دايستوليك بلود بريشر مالته راح يكون اقل من 80 ملم مركوري, والسيستوليك قلنا راح يكون اقل من 130 ملم مركوري. هنا عندي حاله نسميها هايبرتنشن كرايسيس. يعني شنو كرايسيس؟ يعني حاله شديده من ارتفاع الضغط, أشد حالات ارتفاع الضغط اللي راح يكون بها الضغط 180 على 120 مليمتر ميركل. Is categorized as the hypertension emergency. هنا الشخص اللي يوصل ضغطه 18 على 12 هذا لازم يدخل للطوارئ, وأكو أدوية خاصة لخفض الضغط للأشخاص اللي يكونون واصلين إلى حالة الهايبرتنشن كريسيس اللي هو extreme blood pressure elevation with acute or progress end organ damage. مرات راح يصير عندي حالة الـ end organ damage. من تسمعون هاي العبارة معناها أنه أكو فد organ من الأورغانات الموجودة عنده مالت هذا الشخص اللي عانى من هايبرتنشن كرايسيس ايش صار بي؟ صار بي دامجينج. زين, كذلك عندي نوع من انواع الهايبرتنشن اضافه الى الستيج 1 و 2 نسميه هايبرتنشن ايرجنسي. ايش نقصد بالهايبرتنشن ايرجنسي؟ الايرجنسي معناها اكستريم اليفييتد بالبلد بريشر وذاوت اكيوت اور بروجريس اند اورجان انجري. لازم تنتبهون, الكرايسيس حيسوي عندي organ damage, الارجنسي ما حيسوي عندي organ damage, ما حيسوي عندي organ damage, لكن هو أيضا extreme elevated بالblood pressure without organ damage. هاي الأشياء لازم تعرفوها حتى تعرفون المصطلح هذا شنو يعني وش نقصد به. خلنا جهز نشوف الباثوفيزيولوجي, شلون دي يصير عندي هذا المرض, ليش, شنو أسبابه. الهايبرتنشن may result from unknown etiology. 90% من سبب ارتفاع ضغط الدم هو unknown etiology, السبب مالته غير معلوم. شو نسميه؟ نسميه primary or essential hypertension. اوكي, 90% من عنده هو primary hypertension اللي هو essential hypertension اللي هو شنو؟ unknown etiology. زين, النوع الآخر نسميه secondary hypertension. شو نسميه؟ secondary hypertension. secondary hypertension نسبته قليلة جدا اللي هو أقل حتى من 10%. زين, من الكيسات اللي هي hypertension. هنا سبب هذا النوع من الhypertension هو بسبب chronic kidney disease. هسه راح تقولوا ليش chronic kidney disease, أو نسميها renovascular disease. انتبهوا وياي, هنا راح نرجع على مادة الكورس أول من مادة الفارماكولوجي. شو تقول مادة الفارماكولوجي؟ هنا بالسريرية ما يذكر لك, هي يذكر لك فقط الدراج وشون قاعد دا يشتغل عندنا الدراج. لما أقول كرونيك كيدني ديزيز يعني عندي فشل معين صاير بالكلية. انتبهوا وياي كلش زين, هذا الفشل حيؤدي إلى نقصان بكمية البلد الواصل للكيدني. من تقل عندي كمية البلد الواصل للكيدني, الكيدني بها رسبترات خاصة تتحسس للفوليوم أوف بلد اللي هي وين موجودة؟ موجودة بخلايا نسميها جيكستاغلوميرولار سيل. هاي الخلايا تتحسس لكمية الدم الداخلة للكيدني. من شافتها قليلة هنا راح تقول شنو هاي؟ شو الدم مالتنا قليل؟ هاي مثلا ها هي الكدني, وهنا عندنا الارتريولز الداخلة للكدني سواء كانت الارتري والفين, إضافة إلى شنو هذا اللي يطلع من عده هنا, هذا هو اليورين كولكتينج داكت وهاي الأمور كلها. زين, قلنا هنا بالكوبيبة, هاي هي الكوبيبة تطلع من عدها هنا بلود فيزل موجودة. زين, حتتحسس الخلايا اللي موجودة عندنا بالكوبيبات راح تقول يا بكمية الدم اللي دا تدخلي قليلة, انتو لازم شو نسوي؟ احنا لازم نزيد الدم. شلون حنزيد الدم؟ راح نطلع انزيم اسمه الرنين.
وإنزيم الرنين اللي حيحول لي الأنجيوتينسينوجين إلى أنجيوتينسين 1. والأنجيوتينسين 1 بفعل عندنا الرنين راح يحول لي منو؟ حيحول لي الأنجيوتينسينوجين إلى أنجيوتينسين 1. والأنجيوتينسين 1 بفعل الأنجيوتينسين كونفرتينج إنزيم راح يتحول إلى أنجيوتينسين 2. زين؟ والأنجيوتينسين 2 هو نسميه فازوبريسين. الفازوبريسين وظيفته يقلص الوعاء الدموي. ليش دا تسوي كل هذا الشيء الكلية؟ من تقلص الوعاء الدموي حتقلل من كمية اليورين المطروحة، وإذا قلت كمية اليورين المطروحة إيش حيصير عندي؟ راح يصير عندي water retention ويزيد عندي حجم البلد. هذه هي الفكرة اللي دا تسويها الكدني. هي الكدني دا تحمي نفسها، دا تقول هاي شنو شو دم قليل دا يوصل لي، خاف صار عندي بليدينج، خاف صار عندي هيموريج، خاف صار عندي فتشي معين، فأني خل أقلل من كمية اليورين المطروحة من خلال هذا الحكي كله اللي ذكرناه حتى لندخل في مشكلة معينة. لكن هي أصاد هذا الموضوع لترفع عندي الضغط. فهاي هي الكرونيك كدني ديزيز اللي حكينا عنها، اللي حسوي لي مشاكل ذكرناها. زين، خلينا نشوف ايضا عندي الاكزامبل اوف دراج ذات كوز. مرات ما عندي مشاكل بالكليه لكن المريض مالتي ياخذ انواع معينه من الدراجات حتزيد عده الضغط، مثل الكورتيكوستيرويد اللي هي الدكساميثازون، البربنزولون، هذني اكيد سامعين بهن انتم، مضاد يعني نسميها الكورتيزونات. كذلك إذا كانت فد مرة تأخذ عندنا حبوب مال منع الحمل تكون حاوية على استروجين، أو مرات تأخذ استروجين اللون، لأنه سرح نجي نشوف حبوب منع الحمل راح تكون عبارة عن كومبينيشن استروجين وبروجسترون، حتى قدر الإمكان يقللون من هاي المشاكل مالت الاستروجين، لأنه أكيد أنتوا تعرفونها سرح نجي نأخذها بالفارما. بنحكي على الهرمونات، الاستروجين شنو إله سايد إفكت أو شقد عدة سايد إفكت ممكن أنه يسبب ليها. النسايد ايضا يرفع الضغط، السايكلوسبورين، الاريثروبويتين اللي هو المسؤول عن تخليق، الاريثروبويتين مسؤول عن تخليق البلد والار بي سيز بالعموم. كذلك عندي الفينلا فيكسين. Major causes of death include cerebral vascular events, cardiovascular events, and renal failure. هنا ممكن انه شلون يصير عندي death نتيجة ارتفاع الضغط الشديد، راح يصير عندي damage بالcerebral، راح يصير عندي damage بالcardiovascular بشكل عام، او مرات تدمر عندي الكلية وبالتالي راح نوصل المريض مالتنا لحالة death. الكلينيكال بريزنتيشن اللي ممكن انه احنا نلاحظها للبيشنت اللي هم شي يكونون عندهم ارتفاع بالضغط. طبعا كل اللي عندهم ارتفاع بالضغط ما يعرفونه هيجي اكسيدنتلي فجاه قاس ضغطه شاف انه معلق، راح يبدا هنا يتشيك ويعرف هاي مال راسي وجعني وصار عندي ضغط، هاي تعفوها على صفحه، لانه الا في حالات معينه اكستريم اليفييتد فور لونج تايم اوف بلود، اكستريم اليفييتد اوف بلود بريشر فور لونج تايم، يلا هنا راح يصير عنده الام معينه بالراس. patients with uncomplicated primary hypertension are usually asymptomatic. يعني شنو؟ يعني ما راح يحس بأعراض ببداية الأمر. Patient with the secondary hypertension may have symptoms of unrelated disorders. يعني راح تظهر عنده أمراض هي ما لها علاقة بالهايبرتنشن، لكن راح نشوفها تظهر نتيجة الارتفاع الشديد بالضغط.
بالنسبة للدايجنوسيس، الدايجنوسيس إيش نقصد به؟ هنا elevation بالبلد بريشر may be the only sign of a primary hypertension on physical examination. يعني لما أني أقيس الضغط يلا أعرف أنه ضغط الشخص هذا مرتفع، يعني مو بكيف أجزم أنه أكو ارتفاع أو لا. الدايجنوسيس should be based on the average of two or more reading taken at each of two or more clinical encounters. يعني شنو؟ يعني أنا مو والله قراءة واحدة قريت الضغط وقلت هذا شنو؟ هذا عنده ضغط. لا، لازم هنا دائما نعيد القراءات، نعيدها لأكثر من مرة على مدى اليوم يلا أقدر أجزم أنه هذا الشخص عنده ارتفاع بالضغط أو لا. The sign of end organ damage occur primarily in the eye. إحنا شقلنا لما نوصل لحالة الهايبرتينشن كريسيس هنا حيصير عندي شنو؟ راح يصير عندي حالة الاند organ damage. زين، أول ما يبدأ بالعين، لذلك أكو ناس يصير عندهم ارتفاع بالضغط تشوف عينهم حمرة، والدكاترة أكثر شيء يميزون من هذا الموضوع إنه عينهم تصير حمرة. كذلك برين عندي، الهارت، الكدني، and peripheral vascular الأوعية الدموية المحيطية طبعا أيضا راح تتأثر. خلينا نشوف شنو هي التريتمنتس المستعملة لعلاج البيشنت اللي يعانون من هايبرتينشن. طبعا بالسريرية أكيد لاحظتوا عندنا تو لاين اللي هو نون فارماكولوجيكال لاين، وهسه كل شيء هواية بالدراسات دي أكدون على النون فارماكولوجيكال لاين، وكذلك عندي الفارماكولوجيكال لاين. الجول الأساسي من التريتمنت مالتي بعد الشخص من شكل عنده ضغط من سابع المستحيلات انه يتحسن، لكن الشخص هذا أنا لازم أحافظ عليه ضمن رينج معين من الضغط اللي هو راح يكون أقل من 13 على 8 مليمتر ميركوري for most of patient. For internalization older patient and those with a high disease burden or limited life expectancy هنا لازم قدر الإمكان نحافظ على السيستوليك بلود بريشر مالته أقل من 150 مليمتر ميركوري، وبعض الأحيان قالوا خلوه أقل من 140 مليمتر ميركوري، يعني أقل من 14 أو أقل من 15 مليمتر ميركوري. هنا هذول من هم؟ هذول الحالات متطورة الأدلت اللي هو نقول limited life expectancy، يعني بقائهم ما حيطول، يعني فترة وراح يصير عندنا حالة morbidity لهم حيموتون. اوكي، هسه خلنا نجي نشوف شنو هي النون فارماكولوجيكال ثيرابي اللي لازم نخليها في بالنا للاشخاص اللي هم هايبرتنشن. اول شغله لازم يعدل على اللايف ستايل مالته لكل من البيشنت اللي هم ستيج 1 اند ستيج 2 هايبرتنشن. لايف ستايل موديفيكيشن اللي لازم اسويه حتى اخفض الضغط، اول شيء عندي الويت لوس، راح اقلل من الوزن مالته خصوصا للاشخاص اللي هم اوفر ويت اور اوبيس. كذلك اسوي دايتري ابروتش تو ستوب هايبرتنشن DASH eating plan، يعني اسوي فد خطة من خلالها احنا يقدر هذا البيشنت ياكل بدون ما يتأثر عدة الضغط. كذلك لازم يسوي reducing بالsalt intake، يعني يقلل قدر الامكان كمية الاملاح اللي ياخذها عن طريق الدايت، ما ياخذ اكثر من 1.5 جرام لكل يوم من الصوديوم، او مرات يقولون 3.8 جرام لكل يوم من الصوديوم كلورايد اللي هو NaCl من الحطة عام اللي احنا نستعمله. الفيزيكال اكتيفيتي طبعا ينصحون انه المريض يمشي 90 الى 150 دقيقه بالاسبوع، ما يظل يسوي ايروبيك يعني التمارين الهوائيه نسميها، او دايناميك ريزيستنس تريننج اللي هي تمارين المقاومه، تمارين المقاومه او تمارين الايروبيك حتى قدر الامكان يعني يحفز الدوره الدمويه مالته ويقلل من المشاكل ويقلل من يعني إمكانية ارتفاع الضغط. المودريشن اوف الكحوليك انتيك، اذا كان الشخص يتناول كحول لازم يقلل من عنده قدر الامكان، اضافه الى ذلك السموك، وراح تشوفون سموك سيسيشن ايضا. لذلك حتشوفون غالبيه العظمى من الـ
الديزيزز كلها راح نقول ريديوس الكحوليك انتيك سموكينج سيسيشن. هاي اشياء ثابته حتشوفوها لكل انواع الديزيز اللي حنذكرها. الفارماكولوجيكال ثيرابي، الفارماكولوجيكال ثيرابي هذا هو اساس عملنا احنا كصيادله. خلينا نشوف شنو الفارماكولوجيكال ثيرابي اللي ممكن انه احنا نستعملها للبيشنت اللي يعاني من هايبر تنشن. طبعا جنرال ابروتش تو تريتد، اول شغله انيشيالي دراج سيلكشن ديبيندينج اون ذا ديجري اوف بلاد بريشر اليفيشن، يعني حسب مثلا اذا كان ستيج 1 او اذا كان ستيج 2 السبب مالت ارتفاع هذا الضغط. هنا هاي الامور كلها هي حتتحكم بنوع الدراج اللي احنا حنستعمله حتى نعالج المريض مالتنا، راح يعطينا فد انديكيشن معين لاختيار نوع الدراج. يوز ا سنجل فيرست لاين دراج از انيشال ثيرابي ان موست بيشنت وذ نيولي دايجنوستد ستيج 1 هايبرتنشن. هنا طبعا عندنا دراجات تكون فيرست لاين دراج اللي هي منية اللي هي الاي سي اي انهبيتر الارابس، كل هذين الاشياء تعتبر فيرست لاين دراج. وهسه راح نجي نشوفها دائما راح نذكر انه فيرست لاين اي سي اي بعدين ارابس او اثنيناتهم، يعني شيفتنج اذن اثنيناتهم يعتبرون فيرست لاين. ستارت كومبينيشن دراج ثيرابي، شكت راح ابدا كومبينيشن لما يكون البيشنت مالتي هو ستيج 2 هايبرتنشن. هنا راح اضطر انه اني استعمل يعني دراج واحد ما حيكفيني، فاضطر انه اضيف دراجين ثلاثه لحد ما اخلي البلد بريشر مالته يستقر. ومو لما يستقر اوخر وحده منهن، لا يبقى عليهن، لانه هذني بمجرد ما يتركهن راح وكانما كل شيء ما سوى. ليش؟ لانه الهايبرتنشن هو ليس من الامراض اللي تعالج وإنما تبقى مدى الحياة. طبعاً عندي 4 first line options، هذني واحدة منهم يختارون حتى يعدلون أو يعالجون الضغط اللي هو angiotensin converting enzyme inhibitor، الأرابس اللي هو angiotensin 2 receptor blocker، الكالسيوم channel blocker، والثيازيد ديوريتيك. هذني يعتبران 4 drug use as the first line to treated patient with the hypertension. البيتا بلوكر should be reversed to treated a specific complying indicated or in combination with the first line antihypertensive agent. البيتا بلوكر كانت طبعا قبل يعتبروها الفيرست لاين، وغالبية الأشخاص اللي هم كارديولوجيست أول ما يفكر يفكر بالبيتا بلوكر، لكن الكارديولوجيست اللي يتبعون فد نمط معين أو فد جايد لاين معين راح يقول لك أنا ما أخلي البيتا بلوكر هو الفيرست أوبشن. وليش؟ لأنه الاستعمال المتواصل للبيتا بلوكر راح يسبب عندي كاردياك هايبرتروفي. وتتعرفون شنو هايبرتروفي؟ اللي هو يبدأ القلب يتضخم، وهاي تعتبر بحد ذاتها مشكلة فيما بعد. أوكي؟ فما يستعملونه as a first line، لكن إذا اضطروا في بعض الأحيان راح يبدأ يحول على البيتا بلوكر to treated hypertension. Other anti-hypertensive drug مثل alpha 1 blocker, direct renal inhibitor, central alpha 2 agonist and direct arterial vasodilator، كل هذني اللي ذكرناهم هم أيضا يعتبرون من الدراجات المستعملة نسميها for selected patient after implementing first line agent. يعني first line agent ما فادت، هنا احنا راح نضطر انه نحول على هذني و selected patient، يعني مو ياهو كان اجي انطي الفا 1 بيتا بلوكر او انطي direct renal blocker، لا selected patients ياخذون هذه الانواع من الدراجات. Compelling indications طبعاً أكو فد specific comorbid condition ممكن إنه أني أشوفها على أساسها أقرر إنه هذا الشخص عندي راح يأخذ هذا النوع من شنو من الدرجات. هذني هذا الشارت اللي قدامكم هنايا
ما حنحكي هسه. ليش ما حنحكي هسه؟ لانه احنا اذا حكيناه هسه شقد ما حنحكي ما حتفتهمون الموضوع قبل لا نجي نحكي عليهن وحده وحده بشكل منفصل ونفتهمهن، حتى على اساس انا اقول لكم يا ابو الهارت فيلر واذ كذا راح نعطي كذا، ابو الدي ام راح نعطي كذا، ابو الكرونيك كيدني ديزيز راح نعطي كذا، اللي عندهم سكندري ستروك بريفنشن نعطي كذا. هسه راح نجي ناخذ النوتس العامه على اساسها بعدين نتطرق للدرجات وحده وحده. اول شيء البيتا بلوكر without ISA تعتبر فيرست لاين ثيرابي ان ستيبل اسكيميك هارت ديزيز. الاي اس اي هو الستيبل اسكيميك هارت ديزيز فور اكوت كرونيك سيندروم، اللي عندهم كورونر سيندروم، اللي عندهم مشاكل بالاوعيه الدمويه التاجيه المغذيه لعضله القلب. طبعا الفيرست لاين اختار لهم بيتا بلوكر واختار لهم الاي سي اي انهبيتر او مرات نبدله بالارابس. اني فيرست لاين ايجنت كان be used to control the hypertension in patient with DM in the absence of albumin urea. زين كذلك عدي in addition to lower the blood pressure AC inhibitor and ARBs راح يقللون عندنا من intraglomerular pressure، لذلك ممكن انه يستعملوا للاشخاص اللي عندهم chronic kidney disease. with the threshold for starting antihypertensive drug للأشخاص اللي عندهم history of stroke، إذا كان الهايبرتينشن مالتهم أكثر من 140 على 90 مليمتر ميركوري، الجول مالتي راح يكون أرجع هذا الضغط مالتهم إلى 130 على 80، يعني 13 على 8 مليمتر ميركوري. هسه راح نجي نتطرق للدرجات اللي هي مستعملة as antihypertension agents. أول شيء عندنا الانجيوتنسين converting enzyme inhibitor اللي نسميها ACE inhibitor. انجيوتنسين converting enzyme inhibitor شكو شيء ينتهي بأبريل هو أو بريل هو نسميه ACE inhibitor، مثل الكابتوبريل، إنابريل، فوسنبريل، إيميدبريل، الليزينوبريل، إبريدينو بريل، والكوينا بريل، والرامي بريل، والترادو البريل. كل هذني جماعة البريل نسميه شنو؟ نسميهن ACE inhibitor. زين شنو وظيفة هذا ACE inhibitor؟ هذا الدراج، هذا الدراج راح يروح، نحكينا انه اكو رنين عندي، او خلنا نكتبها بهاي الطريقة، عندي انجيو تنسينو جين حيتحول الى انجيو تنسين 1، وهذا الانجيو تنسين 1 راح يتحول الى انجيو تنسين 2، وهذا حيسوي عندي فازو كونستراكشن. مفهوم؟ زين الانجيو تنسين نو جين لما يتحول الى انجيو تنسين 1 بواسطه شنو؟ بواسطه الرنين. الانجيوتنسين 1 حتى يتحول الى 2 شو يحتاج؟ يحتاج الى ACE اللي هو انجيوتنسين كونفرتينج انزيم. من اجي اني واخذ ACE انهبيتر اللي هي جماعه البريلات، راح تروح على هذا الانزيم تسوي له بلوك. زين وبالتالي الانجيوتنسين 1 ما حيتحول الى 2، وبالتالي ما حيصير عندي فازو كونستراكشن. زين ما حيصير عندي شنو؟ فازو كونستراكشن. الاي سي اي انهبيتر بلوك ذا كونفرجن اوف ذا انجيوتنسين 1 تو انجيوتنسين 2، وبالتالي ما حيصير عندي فازو كونستراكشن اند ستيمولاتوري اوف الدوستيرون سيكريشن. شوفوا شغله ثانيه، هسه عرفنا انه الانجيوتنسين 2 ايش حيسوي لي؟ فازو كونستراكشن. الانجيوتنسين 2 راح يروح على الادرينال جلاند اللي هي الغده الكظريه اللي موجوده فوق الكدني بالضبط، نسميها ادرينال جلاند. زين ايش حيسوي لي الادرينال جلاند، او ايش حيسوي لي الانجيوتنسين 2 للادرينال جلاند؟ راح يحفز انتاج الالدوستيرون. الالدوستيرون شنو وظيفته؟ الالدوستيرون وظيفته prevent sodium and water excretion، حيقلل من طرح الصوديوم والواتر.
راح يسوي لي صوديوم اند ووتر ريتينشن. زين، هذا منه الالدوستيرون. إذن تقلص الأوعية الدموية وعمل ووتر H2O ريتينشن، هذين اثنين هن هاي وهاي، ايش حيسوي لي؟ راح يسوي لي elevated بالبلد بريشر، حيرفع عن عندي الضغط. elevation حيسوي بالبلد بريشر. فاحنا اذا وقفنا تكون الانجيوتنسين 2 ما راح يصير عندي فازو كونستراكشن، ما حيتحفز عندي الالدوستيرون، وبالتالي ما حيصير عندي ووتر ريتينشن، وبالتالي انا ححافظ على الضغط بهذا السيستم اللي حكينا. اوكي، starting dose should be lower with slow dose titration، يعني ما تبدون بدوزات عالية نهائيا، نبدي عندي بدوزات تدريجية شوية شوية، تزيد الحد ما توصل الى الطريقة او الدوز المناسب للprevention for hypertension.